اشتقنا لكم. هاي يا حلوين، كيفكم؟ اشتقنا لكم. ان شاء الله الكل يكونوا بخير وسلامه. جايز جايز، رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم عن تحدي الشيل على الكتفين. شو يا حلوين؟ تحدي الشيل. التحدي مين اقوى بنت في اليوتيوب؟ طبعا تحدي الشيل على الكتفين. اليوم بدنا شطاره شطاره. شو بدنا؟ شطاره. وين البنت القويه اللي فيها تشيل الثانيه على كتفها؟ وين العضلات؟ هاي شيرين بتشوف حالها على الكل رياضيه. شيرين ونذين القويه كمان، وستيلا عم ترجف عم ترجف. جايز خلي المشاهده للاخير كرمال عيون البنوتات الحلوين. كلياتنا اخ واخوات ان شاء الله في اليوتيوب، ورح نضل شو سوا طول العمر مع بعض. اوكي جايز، شو جايز؟ رح نضل مع بعض طول العمر ان شاء الله يا رب. جايز اهلا وسهلا اللي معنا جداد على قناه تحديات راينا، يسلموا كثير. والقديمين متابعينا بنقول لكم يعطيكم الف عافيه. واليوم ما في عرس، بس شو ندرين وين بدك تروحي؟ عرس. جايز انا اليوم قصيت شعر ندرين، عينا ندرين. شكرا ماما. وعملت لها التسريحه. بدي اروح على العرس لانه اليوم صايره حلوه. ندرين بدي اروح على العرس بنت. ايه اوكي 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 بنات، انتباه، سر امام سر. اليوم شو كثير مبسوطين ما شاء الله. هلا بشوف اللي تركي على الارض وتزحف زحف. شو انجلينا انت اليوم فيكي تشيلي شيرين وعلى كتافك؟ اكثر شيء انجلينا والله انا ما اكلي هم. جايز انا اكلي هم، اكلي هم ستيلا. اكيد ستيلا بتطلع انجلينا. انجلينا كمان انجلينا وستيلا. جايز شو رايكم اذا نذرين اجت على اكتاف ستيلا؟ شو راح تصير؟ راح ستيلا ما رح نشوفها. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، بنحب كلياتكم. سلام للكل. اوكي جايز لا تنسوا هناك تعليقات حلوة محترمة مثلكم. حطوا لايك. اوكي جايز ان شاء الله رح نعمل كل التحديات اللي عم تطلبونا. رجاءً ونحن اسفين كثير عن جد. في شغلات عم تطلبوا منا كذا مرة اعمل لكم، بس يمكن نتمنى انه تفهمونا انه في شغلات نحن بننزلها على اليوتيوب، بس سياسة اليوتيوب ما عم بتخليها. هون المشكلة، مشان هيك نحن اسفين كثير. اللي بنقدر بنعمل، ولما بنعمل جايز بيخلونا ننزل فيديوهات بينزل، وإذا ما بيخلونا هون للأسف الشديد. وبنرجع بنقول لكم رح نحاول كل التحديات. يلا شغلوا عداد الموبايل ونشوف مين رح تفوز بالتحدي. يلا يا انجلينا انت بدك تشيلي الكل على كتفين لمدة دقيقة. شغلي عداد الموبايل. اول شغلة تشيلي شيرين. اوكي يلا عادي انجلينا. استني اعملي الرياضة قبل ما تشيلي شيرين. شو رأيك انت؟ جايز انت شو رأيكم؟ شو بتقولوا على شيرين؟ يلا شيرين ابدأي شغلي عداد الموبايل. بس قلت لك بتشغلي بنشوف. جايز شو بتقولوا على انجلينا؟ قولي لنا. هاي ليش مصدومة؟ عيونك صايروا هيك كبار ما عم يتحركوا. انت ايش بدك منها كيف تقعد انت؟ المهم شيرين يلا على كتاف. جايز عن جد شي بيضحك. ها يعني كيف شيرين على كتاف ننو انجليكا؟ يلا تتركيني. يلا مع السلامه. يلا نساعد، خلي الكل يساعدوكي. لا بس ما في مساعده. يلا عادي ندري شيء او عادي. ايوه يلا على كتافها. يلا قوم. يلا 3 2 1 ليتس جو. ليتس جو. شغلنا. شو صار امي؟
ما فيك تقومي ليش ما عم تقومي؟ قومي يلا تحملي. يلا يلا يا عادي يا عادي. يلا شو قومي خليكي قوي ما فيك تشيليها؟ حطي على كتابك. يلا 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 يلا. واحد اثنين ثلاثة. يلا يلا. بو جايز انا من اول مبينه جايز شو قد ولا شيء يا 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 خسرت معنا انجليكا يا حرام انجليكا انجلينا انا بقول من البدايه يعني راح تخسري مع الكل والان دور واو شو رايكم جايز انا ما بعرفها نذرين وين وين انجلينا وين وين انجلينا قومي يلا يلا اوكي ليش انجلينا ما فيكي ايه ما في شوي خليكي هيك قويه لازم هيك تصيري انا ما شفت انجلينا جايز وين انجلينا راحت حاولي حاولي يلا الوقت عم بيمر ها شيلي شيلي خليكي قويه يلا اوكي ما بو لانجلينا عن جد جايز واو ولا دور ستيلا اكيد راح تصير 3 2 1 ليتس جو يلا يا ستيلا يلا بس ندرين تروحي تيجي قربي ندرين تعالي الوقت عم بيمر يلا بعدين انت بتمسكي حالك بالكرسي وبتقومي يلا ستيلا يلا يلا ساعدوها ساعدوها امسكي انجلينا قومي قومي شو عم بصير ليش عم تنطروا مني هتستيلا يلا حاولي حاولي انجلينا بدك تخسر يا بصير عندك عقاب كبير اكيد بدك تخسر ايدك رح يعضوكي ها بعدين يلا يلا قومي 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 بو لانجليكا الوداع لانجلينا رح نعمل هلا لانجلينا اول شيء عقاب لانه هي خسرت عقاب تعالي انجلينا لعنا ممكن 3 2 1 عض خدود انجلينا عض عضة يلا تعالي عض ندرين تفضلي انجلينا ليش انتم ما تخليه تعي بالنص بالنص انجلينا هيك ما بصير عضيني عضيني يلا كل شوي عضي امسكوها امسكوها عضي عضي يلا ستيلا عضيها تعالي تعالي ستيلا انتي لحالك عم تعضي الدم المتابعين لازم تعضيها يلا شيرين عضيها لا تهربي انجلينا عض 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 جايز انجلينا اخذت عقابها انتهي مامي تعي اسفين كثير لا تبكي ماما لا سوري مامي سوري اسفين كثير حبيبه قلبي روحي روحي تعالي لا زعلي لا 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 بكي كمان تخسر بيجي دورة بيجي دورة جايز دور ستيلا يلا جايز أول شيء أتمنى أتمنى تشوفوا منظر ستيلا شو بتقرروا عليها شو عندي ستيلا هدي شوي حالك خليكي قوية شوي يعني والله عيب يعني عليكي لا تخجلينا يعني نتمنى شي يوم أنت تربحي هيك بالرياضة وبالقوة شفتي واحد درفع عم درفع حالي يلا واحد اثنين ثلاثة يلا على الكذب بدها تعمل حالها يلا كمان عم ترفعي اكثر شيء عم ترفعي يعني شوي شوي عم ترفع بس اجريش كثير شيء ضخمة كيف خلص ما في هذا ما في ما ما ها ما في محاولة لسه ما في داية لسه في داية دامك خصي خصي ما في محاولة ستيلا قومي 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 هيك شدي حالك خليكي قوية قومي
هيك يلا اسرار. كويس شو عم بيصير مع هالستيلا؟ يلا اوكي يلا واحد. خلاص 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 الوقت خلصت الوقت. وهي كمان الضعيفة النزيكة مبينة او قلتها اخذها راح تخسر. انا هيك مبينة عندي يعني ستيلا بو فيريسات. خلاص كمان كمان نانوشي ثري تو وان ليتس جو. انجلينا ممكن شوي لا تجي قدامنا. يلا شو عم بيصير؟ وين داي داي وين انجلينا؟ وين ستيلا؟ لو التعب ببين لعيونها شيليا جاي سلا ماي جاد. الوداع الوداع. صار شلل اسمي شلل. ننتصر بإسعاف؟ خلي يخديكي بعدي يلا يلا خلص. هاي ستيلا. واو جاي شو بدك تقولي هاي يعني ما في ولا شيء. اي والله لا عم بيمر ولا شيء. لا خلص خلص عبي انجينا انجينا. يا عن جد شو هاي ستيلا بلكي تشيلي انجلينا جايز. وهلا دور انجلينا 3 2 1 ليتس جو. طيب قومي ستيلا انتي قومي 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 لسه في كاملة الدقية لسه ما قومي وهيك ايوه يلا يلا هيك بك يصير عندك انتي كمان روحي على هيك فوق ايوه يلا تفضلي الكل هيك يعملوا تعالي ايوه ساعدوها فيكي الوقت عم بيمر يلا حاولي يلا شلون انا غش لا لازم هون خلص لا مو مشكله هي عم بتحاول يا ندرين ايش بدك انت مو على الرقبه ايه بعرف بس هي عم بتحاول يا حرام ستيلا مين جايز ستيلا شو عم تعملي ما بعمل شيء جهزي نفسك للعقاب يلا العقاب لستيلا دغدغه وخسره يلا خلاص انا خلص هي قوانين اللعبه كل واحده بتخسر في الا عقاب بعدين بنعضها ستيلا بعدين بنعضك ايوه يا ودك بعضك او راسك ها بعدين عض راسك يعني دغدغه احسن شيء بس خسرك فقط يلا دغدغه ليش عم تشوفي حالك ولفي رجل عرجك؟ ليش انت ملكي هلا يعني؟ ايه هلا قومي دغدغية يلا انا عضك اه حتى انا بدي امشي كم قال لي شو عم تعملي؟ خلص قومي نبي دغدغية يلا هي عقاب ما عم نشوف ستيلا لا تهربي شوف ستيلا شو صارت معك يلا أمي أمي مو مشكلة يلا هدي حالك هدي حالك سوري 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 كتير I love you girls I love it بس شو أعمل هي قوانين اللعبة اللي بتخسر بالنص اللعبة بدنا نعطيها عقاب أوكي جايز شوفوا المتابعة كمان ويلا خلينا نكمل ونشوف شو راح يصير ما بعرف هلا جايز انجلينا وستيلا خسروا معنا بالتحدي الشيل على الكتفين راح نشوف ندرين ليتس جو على ندرين كيف بتحبي ندرين ايه
كيف بتحبي شغل. كيف تاخدي راحتك. المهم شيرين تشيلي شغل. شيرين شغلي شغل. 3 2 1 let's go. بسم الله. جيبي رجل تاني جيبي رجل تاني. اوكي استر ما بين اتحرك. انت كتير الجليد ما بتقدر نحركك. لك لا اوكي مو مشكله مو مشكله خلص قومي يلا لسه في وقت يلا حاولي. ما بدي اعصبك وليك. يلا اذا ما فيك تشيليها مو مشكله بدي جرب بس خليها بس تكون ناعمه مشان انا ماني ناعمه. استني خليها الوقت عم بيمر وراح تخسر نذرين غاز. يا بتشيليها يا ما بتشيليها. اوكي اوكي سكيني يا ربي. قولي ما فيني ما فيني خلاص عم ايوه خلاص لا تكذبي خلاص. تعالي يلا خلاص روحي انجينا يلا تفضلي. يلا يا انجينا دورك. يلا انا اكبر من انجينا. ايه والله شو جاز ولا ستيلا. الحمد لله. على الضعيفه بتقول الحمد لله. انا شو ضعيفه. يلا نشوف. يلا 3 2 1 let's go. شغلي عداد الموبايل. امسكي ايديها. امسكي راسي. امسكي ايديها. لا تمسكي ايديها نذرين. تجي يلا يلا ساعديها شيرين. ساعديها. حط ايدك هيك تحت هون. يلا لا لا هي تمسك عفوا. اوكي يلا امسكيها. امسكيها شيرين نذرين ولا تحركي بس. اوه عريس الزين يتهنى. عريس الزين يتهنى. بس المشكله عروسه يعني. شو هاي نذرين؟ جاي شوف نذرين شو صايرة فيها؟ شو ضحكة صارت للهي؟ ما ضحكوني؟ نذرين شيرين حرام عليكي خلاص. مو حرام. قولي حطوا لايك. حطوا لايك هون. ليش؟ شو صايرة معكي؟ خايفة. جاي شوفوا منظر نذرين وقوتها وعم تشيل. استيلا لا تخافي لازم نذرين تخاف. نذرين شو شعورك؟ واو شيلوها. جاي ستيلا يا ستيلا يا حرام. عن جد عن جد حسيت ستيلا صارت عصفورة وعم بتطير بالسماء. هيك كانت احساس ستيلا عن جد عن جد. الا نذرين ضلت انجلينا. اذا فيك تشيلي انجلينا ولا لا؟ يلا يلا يا ننوشة وانجليكا 3 2 1 let's go. شغلي عداد الموبايل. ساعديها شيرين. جيبي لحم. يلا هتحرمتي كيف تخافي. خلص لا تتحرك. خلص نظام عملية نظامي صار على طرف لأنه ما في نزلوها. خلص أتذكر نزلوها بس كان يا حرام. ندرين تسريح الشعر كله خرب يا حرام. عم نمزح طبعا. ما قدرتي. شو نعمل فيها هاي؟ ما ربحت معنا جايز. على الفاضي شلس ستيلا. لكن انت قوية يعني. نعطيك يعني عقاب يعني. لا يعني عقاب شوي صغيرة. يعني بالاخر حب اخذ عقاب. عقابك شوي صغيرة صغيرة بس. شو هو؟ العقاب شم الجوارب المشققة. بسيط. والمعفنة هذا مو بسيط. تقلت تعرفوا هاي كلها مشقوقة ومعفنة. ايه عكربي ريحتها. ايه ريحتها. شمي ما بحب طلع عليها. شمي يلا ماما. تقلت عربي على حالك. اكبر من هيك ماما. يلا واحد. لا شو بدك تلاتي. لا بس بلا مشاغبة. خلص بكيفي حرام بكيفي. خدوها خدوها كم سهلتك. لا
اوكي جايز، الدور الاخير لشيرين وراح نشوف شيرين تربح ولا بدها تخسر. لاس جو على شيرين، يلا راح اخسر وش ما صبونه بالعين. اول شيء خلي مدري مشان لاني اذا تعبتي مدري، لانه اذا تعبتي على شيرين واجلينا تخسري. 3 2 1 لاس جو، شغلي ما رح بخلي شيء. لا شو هذا، يلا الوقت عم بيمر. كيف هيك صعب كثير. الهي لله اشهد. اوش اعطوني ايه، اعطيني خلص. قومي قومي قومي. ثلاثة شيء اذا عم توجع خلص. لا تكوني بس دري خلاص. عن جد منظر بضحك كثير. عطوها قوي لشيرين. شيرين 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 القوية. شيرين اذا ما فيكي تنزليها. يلا شيرين 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 يا قوية. انت ليش خايفة معضلة؟ شيرين يا معضلة يا قوية. خلص اهدوها يا ابو الافقان. يا ابو الافقان ساعدوها يا ابو الافقان. واو صفقة جماعية لشيرين. مبروك مبروك تهانينا. يس يس جود فيري جود اكسلنت. واو شيرين عن جد بتعقدي شيء خيالي. وزن شندرين عن جد شلتيها يعني شيء. والله انا ما بدري والله ما شاء الله عليك يا كثير قوية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يخذ العين عليها. ترتاحي نعطيك استراحة؟ لا لا. 3 2 1 let's go. هاي كثير سهلة. ساعدوها ساعدوها. هاي كثير سهلة الحيفة. خلص بعد يلا شيلة يلا. سكوة يلا. عيني عروسة الزيت تتهنى. عيوني عن جد بدي اشوف كل شوي. قولوا حطوا لايك حطوا لايك. قولوا حطوا لايك. هتخافي سلا؟ بموت خلاص. لا ندرين خلاص ندرين خليها تربح تركيا. نظري شو عم تعمل يعني؟ لا ما في شيء. شو عم تعمل يعني؟ 2 1 خلص. نزلوها نزلوها نزلوها. لا تمام يمكن يصير ل ل لأنجليكا صعبة مو؟ ترتاحي شوي؟ لا 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 ترتاحي. هلا دور الأخير لأنجليكا وشيرين تخلص حالها من شبك. التحدي الشيل على الكتفين. 3 2 1 ليتس جو. يلا يا ساعدوها شندرين ساعديها. اوكي خلص هلا بعديني امسكي راس من تحت. يلا اوه استخنقي ما تخنقيني. اوكي مو مشكله. اوكي وهي انجليكا. يلا انجلينا شو شعورك؟ عيونك عيونك ليش هيك صايرين كبار انجلينا؟ وتمك صاير كبير. وشيرين ما عم بين جايز. هدي حالك شيرين خليكي قوية. ليش عم تضربي؟ حطوا لايك متابعينا حطوا لايك اشتركوا بالقناة. اتركوها بحالها حرام عليكم يعني البنت بتفوز وما عم تخلوها. ستيلا ما عم تشوفي البيجي وزن بعدين وزن ايدي. يلا فرجينا شو الضل. خلص طيب شوية 2 1 خلص خلص نزلوها نزلوها يا جماعة. خلص خلص اوكي جايز قبل ما نختم التحدي شو رأيكم انتوا ثلاثة وقفوا وشيلوا شيلوا شيرين اذا بتقدروا. يلا 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 1 2 ثلاثة شيلوا شيرين بالأخير فيكم؟ إيه
نشوف. من عندي انا بدي اعمل عداد الموبايل. جايز هدول ثلاثة وهي شيرين. يا ترى هدول الثلاثة رح يشيلوا شيرين؟ رجلك هون وواحدة ما فيني احط رجليهم هون. اذا شو اسكت؟ خلص شيلوها هيك أيوة على الطرف. مو على الكتف عادي عادي شيلوها. هيك شيلوني اهي. يلا 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 كلها بس الرجل شايلها ايوه يلا. واحد اثنين ثلاثة. جايز ما قدروا يشيلوا شيرين ثلاثتهم ما بيقدروا يشيلوا شيرين. اوكي جايز هيك وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى ان يعجبكم الفيديو. عن جد كان صعب مو شيرين؟ صعب كثير الفيديو عن جد كثير صعب صعب. شيرين تحملت كثير وما شاء الله يعني كلهم طبوا شيء وما عدا ستيلا طبعا. بس بنقول يوم جديد فيديو جديد. اشتركوا بالقناة حطوا لايك. باي.